السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، معاكم أحمد عاطف. أنت دلوقتي بتشوف حلقة من ضمن سلسلة حلقات بنتكلم فيها عن أساسيات أو مبادئ الفيجوال إفكتس أو المؤثرات البصرية. ولو ما شفتش الحلقات اللي فاتت أو الحلقات اللي جاية فممكن تروح تشوفهم بعد الحلقة. وزي ما احنا متعودين خلونا ما نتكلمش كتير ويلا بينا نبدأ. اشهر حاجه يعني اوعى الروتو يلعب. لو انت عامل ماسك مثلا وبتعمل يعني انا برفع دراعي، عمال ارفع دراعي وبنزله، تمام؟ فانت عامل ماسك لدراعي فلازم الماسك يانيميت مع دراعي، فالانيميشن ده بقى اولموست بيتعمل يعني فريم باي فريم، ممكن نسميه الفريم باي فريم. زي دايما بقى مشاكله في ان ايه، تلاقي الماسك ده بيرعش. بس في بقى مشكله اهم بكتير جدا جدا، اللي هي بقى الناس اللي مش دارسه او ما عندهاش باك جراوند عن حاجات الفيلم ميكنج اللي احنا كنا بنتكلم فيها. هو مش عارف مثلا ان لو انا بصور بعدسه طويله البعد البؤري مثلا، المفروض ان العدسه دي هتشوف الباك جراوند تبقى اوت اوف فوكس. انا صورت كروما مثلا لراجل ميديوم كلوز اب بعدسه 135، وهنشيل الكروما ونحط باك جراوند بتاعتنا سات اكستنشن. في ناس شغاله في الفيجوال افكتس ما هي ما عندهاش كونسبت بتاع ان هو العدسه طويله البعد البؤري فالديبث اوف فيلد فيها قليل فبيبقى الباك جراوند اوت اوف فوكس، هو ما يعرفش المعلومه دي. ليه حاطط لك الباك جراوند ان فوكس؟ حاجات بتنزل باي ذا واي نشوفها على التلفزيون، فده واحد اتعلم الصنعه ما درسهاش. انت دايما كده هتلاقي ايه، في بعض البروجكتس بتتفرج عليها بص كده وتقول الشوت ده انا بص هي حلو بس انا حاسس ان هو في حاجه كده مش مظبوط. هي في حاجه مهمه جدا جدا ان اي حاجه 3 دي انت بتطلعها من 3 دي هي ما فيهاش ديستورشن بتاع العدسه، فلازم احنا نصور الجريد بورد ديت عشان ناخد منها الديستورشن عشان نحطه على 3 دي عشان انت ما تحسش ال 3 دي ده ما لهوش ديستورشن فهو مش راشد. الحاجات اللي هقول لك يا ارتست ما تعملهاش هي كلها ريليتد باللي هو يا ارتست ارجوك ذاكر فيلم ميكنج وبالذات سينماتوجرافي كويس قبل ما تبدا تشتغل عشان تبقى فاهم تفاصيل اللايتنج برضو. يعني دي مشاكل برضو مشهور قوي عند الكومبوزيتور اللي هو لما بيجي انتجريت شوت على شوت هو ما بيركزش اتجاه اللايتنج، قليلين جدا الكومبوزيتورز اللي بيركزوا اتجاه النور وقوه النور. زي مثلا انت مثلا سي انت انيميتور بتحب تشتغل شغال في الانيميشن كاركتر انيميشن، الكاركتر ما عندوش ايدنتيتي ما عندوش كاريزما، نتيجة ان الانيميتور اللي بيحركه هو الراجل بيانيميت از تكنيكال كويس جدا بس هو مع الانيميتور ما عندوش السنس اوف اكتنج اصلا. قسم انيميشن ده بيدرس اكتنج اصلا، انت كانيميتور لازم تكون بتدرس تمثيل لان انت اللي بتدي الاحساس للكاركتر اللي جوه الكمبيوتر. منطقي جدا ان لو انت اللي ما عندكش الاحساس بتاع الكاركتر ده انت مش هتدي له الكاريزما بتاعته ولا هتدي له ايدنتيتي بتاعته. الانيميشن حلو، بيكرشه بيتهز، عضلاته بتتشخلل، مش عارف بينط ازاي، كل ده تكنيكال حلو جدا بس فين الكاريزما؟ المشاكل المشهوره في عالم الفيجوال افكتس فكره ان احنا بننزل نصور مثلا بنحضر تصوير بس ما بنعملش كابتشرنج لللايتنج مثلا بتاع مدير التصوير، فبنعمل اللايتنج كده بالعين. لو اتنططنا هي اصلا علاقات النور دي كلها علاقات فيزيائيه، هقعد اظبطها بعيني؟ انا عيني عمرها ما هتجيبها ولا عينك عمرها هتجيبها ولا عيني عمرها هتجيبها. فهو في الاخر احنا بنصور ده فوتوغرافيا وبنقوم منورين بنفس النور اللي مدير التصوير نوره في اللوكيشن بننور بيه الدبدوب اللي هنعمله 3 دي، ففي الاخر انت هتشوف الشط هتقول ايه ده، هو الدبدوب ده كان موجود معاكم في اللوكيشن. عينيك كارتست لازم تبقى كاميرا، يعني لازم انت تبقى ماشي في الشارع لقيت كاوتشة العربيه فيها لمعه في الحته الكذا واللمعه هنا مديه على احمر مش مديه على ازرق، بس الكاوتشة اللي بعديها بتاعت العربيه الثانيه اللمعه فيها جايه في خط، ده تفاصيل اضاءه تفاصيل ماتيريال كل التفاصيل دي. هو في الاخر انت لازم تبقى عينيك دي بتلقطها كويس جدا وتبقى قاري ومذاكرها فيزيكس كويس جدا عشان انت في الاخر هتخلقها جوه برنامج 3 دي، وهو ده اللي بيودينا يا اما الحاجه بتبقى حقيقيه قوي فانت لما تتفرج عليها كمشاهد تقول ايه ده هو ده بجد جرافيكس، ايه ده احنا ما شفناه احنا ما خدناش بالنا خالص ده. وفي حاجات تانية بتبقى من بابها كده انت بتتفرج عليها بتقول والله هو الجرافيكس في الفيلم ده حلو قوي، كونك ان انت عرفت ان اللوكيشن ده جرافيكس يبقى احنا فشلنا اصلا. يعني مش مطلوب منك كمشاهد انك تعرف ان اللوكيشن ده جرافيكس. ورجعت لكم في فاصل بسيط، خلونا نتكلم عن ان الحلقه النهارده بالتعاون وبرعايه وان شوت وركشوب. وان شوت وركشوب بتقدم كورس كامل عن تعليم الفيجوال افكتس او المؤثرات البصريه، وطبعا لو هتاخد الكورس ده تقدر تاخد خصم كويس جدا لمجرد انك هتقول انك واحد من متابعين يوتيوب شانل احمد عاطف. وبس كده خلص الفاصل، يلا بينا نرجع الحلقه. اكتر حاجه هتعلمك وتدربك عينيك ازاي تلقط التفاصيل هي تصوير فوتوغرافي.
تصور بالموبايل، خلي الامور سهله، بلاش نصعبها على بعض. مش لازم تجيب بقى كاميرا 5D وعدسه 70 200 عينيك كاميرا. يا انت عندك كاميرا في الموبايل يا عم، امشي صور، واقعد بص على الصور، واقعد بص في التفاصيل، وزوم جدا في الصور، اتفرج على تفاصيل وعلاقات فيزيائيه اللي ربنا خلقها. دي برده من الحاجات المهمه قوي. اعمل الحاجه، مش لازم نقعد نجهز ونحضر ونشتري. يعني في ناس كده بشوفها، ايه، ناس كتير بتبعت لي على الفيسبوك بيقولوا لي بص انا جبت الجهاز اللي مش عارف ايه وكارت الشاشه اللي مش عارف ايه، يعني عمل كمبيوتر ما شاء الله حاجه غاليه جدا وقوي جدا، يعني يقعد يجري وراه في الشقه. طيب طلع لي حاجه، يبقى انت كده ضيعت فلوسك ومجهودك، وهتحبط وهتقعد تقول طب انا جبت انا قالوا لي اشتغل على نيوك، والله جبت كل توتوريالز نيوك وقعدت اذاكر نيوك، صلح حاجه، فاهم؟ وبكده تكون خلص حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير، واعمل سبسكرايب او اشتراك علشان تشوف الحلقات الجايه ومفيش حاجه تفوتك، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جايه. وطبعا لو عايز تشوف اللقاء كامل وباسئله اكتر تقدر تشوفه على يوتيوب شانل وان شوت وركشوب، او هتلاقي اللينك موجود في الديسكريبشن تحت. ويلا بينا نشوف الحلقه اللي بعدها.